السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور حسام كوكب، دكتور الأمراض العصبية والنفسية. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا بيخص الصرع، وخصوصا في الستات اللي هي سواء كانت حامل أو بتفكر إن هي تحمل، وبالتالي في أفكار كتيرة مغلوطة وفي أفكار كتيرة بتقابلنا وبنسمعها في عيادتنا. النهاردة هنطرحها ونبدأ نتكلم فيها ونتناقش فيها. أول سؤال دايما بنسأله، الست اللي عندها صرع أو البنت اللي عندها صرع، هي ممكن تحمل؟ طبعا كل ست من حقها إن هي تحمل، وده بيبقى حلم لكل واحدة إن هي تبقى أم. الصرع لا يمنع إطلاقا ان الواحدة تتجوز او الواحدة تحمل، تقريبا نفس الفرص اللي الست بتبقى عندها صرع هي نفس الفرص اللي هي الست اللي ما عندها الصرع، بشرط ان تكون الحالة الجسدية بتاعتها سليمة، يعني ما عندهاش امراض اخرى بتمنع الحمل، وما تكونش في عندها موانع تانية بتخص الجهاز التناسلي بيمنع الحمل. لو كان جسمها سليم وما عندهاش مشاكل بتمنع ان هي الخلفة، يبقى بالتالي احنا بالنسبة لنا في الامراض العصبية والصرع ما عندناش مشكلة خالص، وان هي فرصها بتتساوى تقريبا مع كل الستات اللي هي ما عندها الصرع. دي اول فكرة واحنا حبينا ان احنا نغطيها. طيب السؤال التاني، لو النهاردة انا بفكر ان انا عندي صرع وبفكر ان انا احمل، يبقى لازم من المستحسن ومن الافضل ان انا اذهب لدكتور الامراض العصبية ودكتور النساء واتناقش معهم في هذا الموضوع، بحيث ان احنا بنعمل تجهيزات للست قبل ان هي تبقى حامل، زي ان احنا في بعض الادوية عندنا كمضادات للصرع ليها نسبة تشوهات اعلى من الادوية التانية، زي الصوديوم بالبوريت، زي الفينوتاين، زي الفينوباربيتال، زي التوبراميت. هذه الأدوية كلها لو أنا باخدها ومشي عليها وفي تحكم في النوبة، وبعد كده أنا بفكر إن هي إن أنا أفكر إن أنا عايزة طفل، يبقى في اللحظة دي الأحسن إن احنا نعمل شيفت، يعني نغير هذه الأدوية بأدوية أقل أعراض وأقل احتمالات للتشوهات للجنين. مهم جدا إن احنا نفكر بهذه الطريقة. برضك محتاجين إن احنا نشوف نسبة الدواء اللي أنا باخده ده في الدم بتاعي، وأشيك عليه كل فترة، يعني كل تقريبا 4 شهور بيتشيك مرة، عشان خاطر نقدر نحدد نسبته وتأثره وتأثر الجسم بالدواء اللي احنا بناخده. دي كل الاحتياطات اللي احنا محتاجينها. طبعا مهم جدا ان الست تبدأ متمسكة بالأدوية اللي هي بتاخدها، وما تحاولش ان هي تفرط في الأدوية، لان هي دي اللي بتساعدنا ان احنا نكمل الحمل واحنا كويسين. طيب في سؤال تاني دايما بنتسأله وكتير جدا في العيادات بيجينا، ست حامل وماشية على أدوية صرع، وبيقولوا لها ما ينفعش ان احنا ناخد أدوية صرع ولازم توقفيها عشان بتعمل تشوهات للجنين. طيب هنتكلم عن الموضوع ده. احنا خلينا نفكر الأول، نطرح الموضوع من ناحيتين. الناحية الأولانية هو الأدوية بتاعت الصرع هي بتعمل تشوهات، أيوة في نسبة من الأدوية عندنا بتعمل تشوهات في الجنين، ولكن خلينا نطرح النسبة الطبيعية للسيدات اللي هم ما بياخدوش أدوية خالص. نسبة التشوهات الطبيعية بتبقى حوالي من 1 لـ3%. طيب لو احنا بناخد أدوية الصرع النسبة دي بتزيد حوالي من 3 لـ6%، ماكسيمم 10%.
وفي بعض انواع زي الصوديوم فالبوريت ممكن توصل ل 13، وفي احسن واسوأ الدراسات 13%. يبقى انا هنا لو اني رحت للطبيب قبل ما بفكر ان انا او عايز احمل، يعني قبل ما افكر ان انا عايز احمل، ورحت للطبيب وبدا يعمل تجهيزات لدوت، وبدا يشوف الادويه اللي انا باخدها ويشوف الادويه اللي هي ممكن تضر الجنين، وبدا يعمل لي يغيرها لي، يعني يبدا يسحب بالتدريج هذه الادويه ويضيف ادويه تانية مكانها اقل تاثيرا على صحه الام وعلى الجنين، ده هيبقى خيار كويس. ولكن المشكله ان المريض احيانا بيجينا وهو ماشي على دواء صرع، وبيفاجئ الطبيب ان هي حامل في شهرين في ثلاثه. طب لو ده حدث، ان انا ماشيه فعلا على ادويه للصرع، خلينا نقول ان اغلب مشاكل التشوهات الجنين اللي ممكن تحصل، اللي هي التشوهات الجينيه والخلقيه، كلها بتحدث تقريبا او اهمها على الاطلاق بيحدث في الشهر او الشهرين الاولانيين، وخصوصا اللي هو بيقول عليه نيورال تيوب ديفكت، وده بيحدث تقريبا في الفتره الاولانيه اللي هي الست ما بتبقاش اصلا عارفه حامل ولا لا، والمريضه هنا او الست الكل بتعرف ان هي حامل لما بيعدي ميعاد الدوره وتاخر في ميعادها، وكمان بتنتظر اسبوعين تاني ثلاثه تتاكد، وفي الاخر بتعمل تحليل يقولوا لها والله انت حضرتك حامل، بيبقى عدى حوالي بتاع شهر ونص تقريبا من الحمل. فطيب لو انا خطرت النهارده ووقفت الادويه ديت، ايه اللي ممكن يحدث؟ لو انا وقفت الادويه، الصرع ملوش ميعاد وممكن يجي في اي وقت، فلو انا وقفت العلاج فجاه ممكن تاتي نوبات صرعيه شديده، ولما بتيجي النوبه المريض بيفقد الوعي ويقع على الارض، يعني ممكن ست الكل اللي هي وقفت العلاج ده ممكن تقع على الارض وتنزف وتسقط وتخسر نفسها وتخسر الجنين اللي في بطنها. عشان كده دايما احنا بنقول، وكل دكاتره الاعصاب بيقولوا، ان الست اللي ماشيه على ادويه للصرع ما ينفعش توقف علاج الصرع. ودايما بنناشد اخواتنا دكاتره النساء ان هم لازم يفكروا كويس جدا في النقطه ديت، ان المريضه اللي احنا بنقول لها وقفي علاج الصرع هي في خطر شديد، ان هي ممكن تفقد حياتها او ممكن تفقد حياه الجنين لو جات لها نوبات صرعيه شديده. يبقى فكره ان احنا ما بناخدش ادويه صرع اثناء الحمل دي فكره خاطئه. طيب هنروح لسؤال تاني من ضمن الاسئله اللي احنا بنسمعها، واني في سيدات كتير بتقول لنا مدام انا عندي صرع احمل ليه واجيب طفل، ما هو طفلي هيجيله صرع. والله هنتكلم برضك ان فيها ده كلام برضك الى حد ما شوية محتاج ان احنا نفكر فيه. اول حاجة ان نسبة الصرع في الاطفال الصغيرين بتبقى حوالي 1%. طب خلينا نفكر الست اللي عندها نوبات صرعية وحملت وجابت طفل، نسبة الصرع تبقى حوالي 5%. يعني بنسبة 95% أنا هولد وممكن طفلي ما يبقاش عنده نوبات صرعية. فيبقى برضك هذه الفكرة هي فكرة إلى حد ما أنا هحرم نفسي من حاجة أنا بحبها ونفسي فيها، وبحط احتمال قليل وبنسبة كبيرة جدا إن ممكن طفلي ما ياخدش هذا المرض مني، وده بيمثل حوالي 95%، يعني ده نسبة كبيرة، وبنسبة 5% ممكن يحدث. فاحنا عشان كده بنقول مش دايما، مش لازم، يعني مش معنى ان انا عندي صرع يبقى اطفالي كلهم هيجي لهم صرع، ولكن النسبة العالمية اللي احنا بنتكلم عليها دي نسبة متعارف عليها. طيب سؤال تاني، واحيانا بيخطر ببعض الستات اللي عندهم صرع وحامل، وهو ان انا عندي صرع يبقى انا هولد قيصري. برضك هذه الفكرة مش صحيحة، ولكن هي نفس الدوافع
اللي بتخلي الطبيب يتدخل قيصري، سواء في الست اللي عندها صرع او الست اللي ما عندهاش صرع، هو تقريبا نفس الدوافع. يعني الصرع مش بيزود هذا الاحتمال. يعني افرض انا عنديش مشاكل خالص، وان الطفل نازل طبيعي في الحوض، وانا بولد طبيعي قبل كده، يبقى انا هولد طبيعي. ولكن في حالات قليلة جدا، ان لو جات للست نوبات صرعية متكررة اثناء الوضع، ايوه ممكن الدكتور حفاظا على حياة الام وعلى حياة الجنين ممكن يتدخل قيصري، ولكن ده مش المعتاد ومش هو ده القاعدة اللي احنا كل ست عندها صرع هتولد قيصري. طيب كمان في سؤال تاني بيدور في دماغ الستات اللي عندهم صرع وهي حامل، وهو بتقول ان الستات اللي عندها صرع هتسقط، واي مولود هتحمل بيه هتسقطه. طبعا دي فكرة غير صحيحة. ولكن لو الست الكل الحامل بتاخد الأدوية بتاعت الصرع، وهذه الأدوية بتاخدها بانتظام وماشية على تعليمات الطبيب، غالبا هيمر الحمل بتاعها بطريقة بسيطة، ومش هتعاني من أي معاناة زيها زي الستات العاديين. ولكن المشكلة لو إن المريض توقف عن أخذ العلاج. لا شك إن الست اللي بتبقى حامل بيحصل تغيرات فسيولوجية كتيرة، سواء لوجود البيبي داخل البطن، وزيادة السوائل وتغير الهرمونات، وزيادة الوزن، مما بيؤثر على تأثير الأدوية داخل الجسم وتأثيرها على المخ. وبالتالي الست مفروض تتابع متابعة كويسة جدا مع دكتور الأعصاب أثناء فترة الحمل عشان نتفادى حدوث أي مشاكل. ولكن لا قدر الله لو الست جات لها نوبة عنيفة ووقعت وقعة جامدة، أو ممكن دوت يأثر على الطفل وممكن يأثر على الأم. وبالتالي إحنا بنقول دايما لو الست ماشية ومتابعة كويس، وخصوصا لو كانت الست الكل ما جات لهاش نوبات في خلال ال9 شهور ل12 شهر قبل الحمل، الغالب ان هي ممكن تمر الحمل كله من غير ما تجيلها نوبات صرعية لو هي منتظمة على الأدوية بانتظام كويس وجرعتها مظبوطة. طيب سؤال تاني دايما بنتسأله في الستات الحوامل واللي عندهم صرع، وتقول لك طب انا بعد ما هوضع الطفل ده هرضعه طبيعي ولا هرضعه صناعي؟ برضك السؤال ده مهم جدا. كل المنظمات العالمية الكبرى زي المنظمة الأمريكية للأطفال والمنظمة الأمريكية للصرع والمنظمة الأوروبية كلها بتقول إن إحنا بنرضع طبيعي، وبيردوا على الناس اللي بيقولوا إن في نسبة قليلة من أدوية الصرع بتنزل في اللبن، ان هو تخيلي ان انت حضرتك بتاخدي ادويه الصرع والجنين جوه بطنك، فاول 6 شهور المشيمه بتبقى لسه ما اتكونتش، وبالتالي فهو الطفل بيتعرض للادويه بتاعه الصرع بنسبه اكبر داخل البطن. وبعد الولاده نسبه قليله جدا اللي بتتسرب لفم الطفل من خلال اللبن، وبالتالي بيقولوا ان احنا ما عندناش اي مخاطرة طول ما طفلي يتولد طبيعي، ويبقى انا ما عنديش اي مشكلة تماما ان اخد ادوية الصرع وارضع طبيعي خالص. ولكن في بعض انواع ادوية الصرع اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ان انا لو كنت باخدها وما تغيرتش اثناء فترة الحمل زي الفينوتاين او الفينوباربيتال، ايوه انا هنا محتاج ان اخد فيتامين كي وفيتامين دال. فيتامين دال بتاخده الام وفيتامين كي بياخده الطفل عشان خاطر ما يعملش مشاكل مع الطفل. ولكن في اغلب ادويه الصرع الثانيه ما عنديش اي مشاكل خالص ان انا ارضع. طيب انا بحاول ان انا اجمع اكبر قدر من الاسئله، لأن احنا بيقابلنا الموضوع ده بشكل كبير جدا، وبنشوف سيدات كتير بتعاني
وأبهات كتير بيعانوا من هذه الأسئلة، وبيبقى متلخبطين ما بين الصح والغلط. ولكن الصح اللي احنا بنقوله، فأي ست حامل ما تخافشي وتتكل على الله سبحانه وتعالى وعلى الطبيب اللي بتعالج معاه وبتتابع معاه باستمرار في خلال فترة الحمل، عشان يقدر يظبط لها الأدوية ويقدر يتابع لها معدل الدواء في الدم قد ايه، وبيعمل لها رسومات مخ عشان يقدر يطمن ان التحكم في النوبة بشكل جيد. واهم حاجة ان المريضة تشيل الافكار السوداوية اللي هي بتسمعها، وتعتمد على الكلام العلمي اللي هو يقدر يساعدها ان هي تقدر تعدي هذه المرحلة. شكرا لمستمعيني، وشكرا على المشاهدة، وأتمنى إن أنا لو في أي سؤال حضراتكم ممكن حد يسأله يسيب التعليق تحت الفيديو وأنا أحاول أرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.